السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة الموضوع وهناخد بعض التمارين المهمة اللي ممكن الشخص اللي عنده مشاكل في الكتف يعملها وهتريحه كتير جدا. التمارين اللي احنا هنعملها دي تمارين مهمة جدا لكل شخص عنده مشكلة في الكتف، عنده ألم في الكتف، عنده تهبس في الكتف، عنده التهاب في أوتار الكتف، عنده قطع جزء في أوتار الكتف، عنده التهاب في عضلات الكتف، عنده احتكاك في مفصل الكتف، عنده الكتف المتجمد، أو عنده بداية تكلس في مفصل الكتف. هي عبارة عن تمارين خفيفة جدا ممكن تسويها في البيت، مش محتاج ان انت تروح مكان خاص. التمارين دي هتعملها، كل تمرين هتعمله مرة او مرتين في اليوم. يفضل قبل ما تعمل التمرين تعمل عملية احماء الاول. عملية الاحماء دي عندك اكتر من طريقة. الطريقة الاولانية انك تقف تحت الدش 10 ل 15 دقيقة، تحاول تحرك الكتف تحت الدش، او ممكن تجيب فوطة مبلولة وتحطها على الكتف من 10 ل 15 دقيقة، وتحاول برضو تحرك الكتف خفيف والفوطة موجودة عليه. دي عملية الاحماء، دي بتساعدك كتير جدا قبل ما تبدأ التمارين اللي احنا هنتكلم فيها. اجلسوا على كرسي، ارفعوا اليدين بشكل مستقيم إلى الأمام على أن تكونا مرتفعتين قدر المستطاع. أبقوا أيديكم عدة ثوان بهذه الوضعية ثم قوموا بإنزالهما. في إمكانكم أن تكرروا التمرين عدة مرات، بالإضافة في الإمكان إجراء هذا التمرين بوضعية الوقوف. أهداف التمرين هي تقوية عضلات الكتف وتحسين أداء حركة الكتفين في حالة الوجع والحركة المقيدة أو الضرر. لإجراء التمرين اشبكوا أصابع يديكم إلى الأمام ثم ارفعوا اليدين نحو الأعلى قدر المستطاع. أبقوا اليدين بهذه الوضعية عدة ثوان ثم انزلاهما. تستطيعون في هذا التمرين الاستعانة بعصا. في إمكانكم إجراء التمرين بوضعية الجلوس أو الوقوف، كما في الإمكان أن تكرروه عدة مرات. هدف التمرين هو تحسين مجال حركة الكتف. يتم إجراء التمرين في حالة ضعف العضلات وكذلك في إطار تأهيل الكتفين في حالة الوجع، الحركة المقيدة أو الضرر نتيجة عوامل خارجية. احملوا الأثقال وضعوا اليدين على جانبي الجسم، ارفعوا اليدين إلى الأمام حتى مستوى الكتفين وابقوا على هذه الحال لعدد من الثواني ثم قوموا بإنزالهما بشكل تدريجي. في الإمكان إجراء هذا التمرين بمقاومة الشريط المطاطي. في إمكانكم أن تكرروا التمرين عدة مرات. هدف التمرين هو تقوية عضلات الكتف التي تعمل على الرفع كجزء من عملية تأهيل الكتف بعد التعرض لإصابات أو بعد الخضوع لعمليات جراحية. قفوا، شدوا يديكم إلى الخلف وقربوا عظام الكتف بعضها إلى بعض. أبقوا اليدين مشدودتين بضع ثوان ثم استرخوا. في إمكانكم أن تكرروا التمرين عدة مرات. أهداف التمرين هي تحسين حركة وأداء منطقة الرقبة والكتفين في حالة الوجع بسبب الحركة المحدودة أو الضرر نتيجة عوامل خارجية. أتمنى لكم الصحة والعافية. كان معكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. بتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.